وللمزيد من التحليل ينضم إلينا من مقر المؤتمر الخاص بأفغانستان في برلين مراسلنا للشؤون السياسية والبرلمانية الزميل مازن حسان. مازن، ما هو الدور الذي تريد ألمانيا أن تلعبه في أفغانستان بعد انسحاب الدول أو القوات الدولية هذا العام؟ يعني أحمد، حتى بعد انسحاب قوات الأيساف وقوات الناتو في نهاية هذا العام، ألمانيا ستمارس دورا عسكريا ما من خلال مهمة لتدريب قوات الأمن الأفغانية. قوامها 800 جندي ألماني سيبقون في أفغانستان ولن ينسحبوا مع بقية القوات الألمانية. ولكن على الصعيد التنموي، أكد وزير التنمية الألماني اليوم أن ألمانيا ستساهم يعني كشريك كبير لأفغانستان في هذا المجال. يعني ألمانيا قدمت ملياري يورو كمساعدات تنموية لأفغانستان على مدى 10 سنوات، وستقدم سنويا من خلال لمدة 3 سنوات تقدم 430 مليون يورو سنويا تخصص لدعم تنشيط يعني النشاط الزراعي، ايضا التامين الصحي، المستشفيات، التاهيل المهني وما الى ذلك، وايضا دعم منظمات المجتمع المدني في افغانستان التي يجب ان تقوم بدورها في تنميه المجتمع الافغاني. ولكن الدعم الالماني مشروط باداره رشيده، بمكافحه الفساد، وايضا بدعم حقوق المواطنين الافغان وخاصه حقوق المراه وتفعيل قانون حمايه المراه في افغانستان. هذا عما فيما يخص ما ترغب فيه الحكومه، لكن ماذا عن الراي العام الالماني فيما يتعلق بالاستراتيجية الألمانية التي تعتمد منح المزيد من المساعدات لأفغانستان؟ يعني إذا جاز التعبير، هناك مزيج من الارتياح والشك، يعني ارتياح لانسحاب أغلبية القوات الألمانية في أفغانستان بعد أن حصدت يعني المواجهة هناك مع طالبان عشرات الأرواح من القوات الألمانية، وهناك شكوك دائما في الشارع الألماني تجاه إرسال قوات ألمانية للخارج والمساهمة في أي مهام قتالية. ولكن هناك يعني هذا الارتياح بسبب انسحاب القوات الألمانية، الشكوك من أن يعني ألا تسهم هذه المساعدات الكبيرة لأفغانستان في الفترة المقبلة في أي تنمية، خاصة وأن الوضع الأمني متدهور وحركة طالبان لا تزال تسيطر فعلا على الأرض كما اعترف الحكومة الألمانية. وصلت الفكرة، شكرا جزيلا لك.